بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ شو أخباركم جايز؟ إن شاء الله تكون كل أموركم تمام وأمور دراستكم تمام إن شاء الله. بهذا الفيديو رح نتعرف على مواضيع جديدة، طبعا هي مش جديدة علينا لكن إنه الجزء الثاني من المادة، تمام؟ اللي هو بحكي لي إيش؟ بحكي لي هاي العنوان اللي هو concentration of solution. طبعا بالفيديوهات السابقة اتعرفنا على significant figure، اتعرفنا على اللوغاريتم والانتي لوغاريتم، اتعرفنا على الراوندينج، اتعرفنا على الاكيوريسي والبريسجن وطرائق كيف نعبر عنهم، واخذنا اللي هي التست significant، واخذنا اللي هو في عندي اف تيست وكيو تيست، واخذنا ايش؟ واخذنا اللي هو التي تيست، وتعرفنا عليهم كلياتهم. ان شاء الله اليوم رح نتطرق لمجموعة من المواضيع، هي مش جديدة علينا، اخذناها احنا بكيمياء 103 وان شاء الله بدنا نعيدها اليوم وتكون محاضرتنا كثير او فيديونا كثير ممتع بإذن الله. بالبداية شو في عندي؟ بالبداية في عندي نتعرف على مجموعة من المفاهيم قبل ما بلش. بحكي لي عندي number of moles، بعرف انه number of moles هاد المفهوم معرك علي من قبل، اللي هو الماس على المولر ماس، الماس على المولر ماس اللي هو بطلع عن طريقه اللي هو عدد المولات، هذا اللي هو طبعا الماس بالجرام والمولر ماس جرام لكل مول، واذا كانت الماس بالملي جرام بتكون المولر ماس بالملي جرام لكل ملي مول. وفي عندي المولاريتي، وين ما اشوف اللي هو كونسنتريشن او مولاريتي معناته بدي تركيز، ام كابيتال اللي هو قانونها نمبر اوف مولز على الفوليوم بالليتر، واذا كانت المولز بالملي مول فبظبط يكون بالملي لتر، لكن اذا كان مولز لازم يكون بالليتر. واخذنا الاتوميك ويت، وحكينا الاتوميك ويت هي مجموع اعداد الكتل الذريه لعنصر ما. طبعا هي كيف بنحسبها؟ طبعا هي يعني مش موجود عندنا قانون لها، بس انه احنا مثلا هاي كمعلومه اضافيه لكم، انه احنا بنحسبها عن طريق انه بكون مثلا عندي للعنصر اكثر من نظير. مثلا انا عندي هسه على الكربون عندي مثلا منه الاف النظائر موجود بالطبيعه، فبجيب مثلا كل نظير تمام وبضربه بكتلته بجيب النظير بطلع اللي هو كتلته وبضربه بالابندنت اللي هو قديش موجود منه بالطبيعه، زائد طبعا النظير الثاني زائد النظير الثالث، وهيك بكون طلعت الاتوميك ويت الى اخره قد ما يكون في له نظائر. هسه في عندي المولكيولر ويت والفورميلا ويت، هي نفسها شيء نفسها المولر ماس، لكن انه انا بطلق المولكيولر ويت لما اقول مولكيولر ويت على ايش؟ على جزيء، يعني الكتله الموليه لجزيء. الفورميلا ويت نفسها الكتله الموليه لكن مش لجزيء، لا بتكون لمركبات ايونيه، من اسمها مولكيول ايش؟ مولكيول يعني جزيء، مولكيولر ويت والفورميلا ويت. تمام تمام. وفي عندي هون معلومه اللي هو دائما وابدا اللي هو واحد مول من اي ماده، سواء كانت ايونات سواء كانت جزيئات سواء كانت شو ما كانت، دائما شو بتكون؟ دائما بتكون اللي هي 6.02 ضرب 10 قوه 23. تمام تمام. واحد مول زي ما حكينا من اي ماده. بعدين شوفي احنا بعدين في عندنا مفاهيم هون، هي مش مفهوم هي طريقه حل، بس بدنا نراجعها بالاول حتى نكون فاهمين كيف نشتغل على الاسئله اللي بعد هيك راح نواجهها. بحكي لي في عندي ستوكيومتريك كالكوليشن. ستوكيومتريك يعني انا بدي اعمل ريشيو طبعا ريشيو بين مولات ماده معروفه وماده غير معروفه، يعني ماده بتكون معروفه مولاتها وماده بتكون غير معروفه مولاتها، فبعمل ريشيو بيناتهم حتى اطلع مولات المادة الغير معروفة، ولازم يكون في عندي معادلة موزونة، وإذا ما كانت هاي المعادلة بالامتحان موزونة إحنا لازم نوزنها، بس على الأغلب جيبوا اللي هي معادلات موزونة. طبعا ممكن بالبداية المادة اللي بكون معطيني عنها معلومات ممكن ما يكون معطيني عنها مولز، ممكن يكون معطيني عنها ماس ومولر ماس، أنا بروح أطلع لها عدد المولات عن طريق الكتلة بالجرام على الكتلة المولية جرام لكل مول، صار عندي المولات هاي مولات المادة اللي هي المعروفة، بروح بسوي اللي هو ريشيو بين بي وA حتى أطلع مولات بي. تمام طبعا الريشيو كيف بتكون؟ الريشيو بتكون بجيب اول شيء عدد مولات الماده اللي معروفه عندي، مثلا هون الماده A هي الماده المعروفه فبروح اجيبها هي، بحكي ضرب اللي هو الماده دائما اللي بدي اياها بحط معاملها بالبسط، والماده اللي ما بدي اياها بحط معاملها بالمقام، يعني الماده اللي بطلع لها مولات بحط معاملها بالبسط، والماده اللي ما بدي اطلع لها مولات بحط معاملها بالمقام. فهي هون 3 مول اوف A هون ضرب اللي هي 1 بي تمام، اللي هو معامل هي هون معامل بي اللي هو 1 ومعامل A اللي هو 2، فتتصفت عندي اللي هو A راحت مع هون مع A وصارت عندي اللي هي 3 على 2 مول اوف بي. تمام تمام. خلينا نجي نقرا فكره هذا السؤال ونحله. اول شيء شو بحكي لي وات ماس اوف اي جي ان او 3 تمام، كتله الموليه معطيني اياها از نيد تو كونفرت 2.33 جرام اوف ان اي تي او سي او 3، الكتله الموليه لها زي هيك عشان انا احولها لاي جي تو سي او 3، ومعطيني هاي الكتله المعادله الموزونه ان اي تو سي او 3 متفاعله مع 2 من الاي جي ان او 3 حتى تعطيني اي جي تو سي او 3 زائد 2 ان اي
ان او 3 تمام تمام. طبعا هاي المعادله الموزونه موجوده عندي، طالبني او ايش الماس للاي جي ان او 3 لهي الماده، وبعدين طالبني وات ماس اوف اي جي 2 سي او 3 اللي هي هاي الماده اللي هي من النواتج، ومعطيني لها الكتله الموليه. خلينا ان شاء الله هسه سوا نحله اللي هو خطوه بخطوه عشان يسهل عليكم الحل. طبعا هنا هون هو شو معطيني؟ معطيني أول إشي إن A 2 سي أو 3 معطيني إلها اللي هو 2.33 جرام، ومعطيني إلها الكتلة المولية اللي هي 106 جرام لكل مول، ومعطيني الـ AG NO3 اللي هي كتلتها هي 169.9، وقول لي بده الماس لإلها. أول إشي زي ما تعودنا قبل شوي حكينا ممكن ما يكون معطيني عدد مولات، طبعا بدي أعمل ريشو بين مادة معروف معطيني عنها معلومات أو بقدر أطلع لها اللي هي عدد مولات، ومادة اللي هو بدي له الماس ومش معطي اللي هو عدد مولات. فأول إشي بكل سهولة بروح أول إشي أطلع اللي هو number of moles، number of moles ال NA 2CO3 واللي هي تساوي الكتلة 2.33 على الكتلة المولية 106. طبعا 2.33 على 106 بتطلع عندي 0.01218. وهيك شو بكون طلعت عندي؟ وهيك بكون طلعت عندي اللي هي عدد المولات لـ Na2CO3. بعد ما أطلع عدد المولات راح أروح أعمل اللي هو ريشيو أو اللي هي نسبة. بحكي أول شي عدد مولات المادة هاي اللي طلعتها اللي هي 0.0218 ضرب المعاملات بجيبهم المعادلة الموزونة. زي ما حكينا المادة اللي بتكون معروفة عندي المادة اللي بدي إياها بحط اللي هو معاملها بالبسط، والمادة اللي ما بدي إياها بحط معاملها بالمقام. طبعا الـ AgNO3 متفاعل اللي هي بنسبة اللي هو 2 مول، والـ Na2CO3 اللي هي 1. تمام تمام. طبعا هون بكون في عندي Na2CO3 اللي هو عدد مولاتها، وهون كمان بكون في عندي اللي هو من المعادلة اللي بجيب الـ Na2CO3، فبتروح الـ Na2CO3 وهون الـ Na2CO3، وبالتالي اللي هو بضرب هاي عدد المولات ضرب 2 فبطلع عندي اللي هو 0.0439 وهاي شو بتكون؟ وهاي بتكون اللي هي number of moles لمين؟ ال AgNO3 تساوي. طبعا طلعتها وعرفنا كيف طلعناها عن طريق اللي هو الراشيو. فهو مش طالبني طبعا number of moles ال AgNO3، هو طالب اللي هو ايش؟ هو طالب اللي هي الماس. فطبعا معطيني هون زي ما اني انا شايفه معطيني لها الكتله الموليه، فالوسيط بيناتها اللي هي حتى احول من عدد مولات لكتله، الوسيط بيناتها اللي هي الكتله الموليه وبضرب فيها. فشو بحكي؟ طبعا عن طريق هذا القانون اللي هو number of moles تساوي الماس على المولر ماس اللي هي عدد المولات ضرب المولر ماس، فرح يطلع عندي اللي هو الماس. فبجيب اللي هو عدد مولاتها 0.0439 وبضربها بإيش؟ بضربها بالكتلة المولية 169.9 وتساوي اللي هي 7.47 اللي هو جرام. وهيك طلعت جرامات الـ AgNO3 عن طريق رحت جبت عدد مولاتها عن طريق النسبة والتناسب اللي بين Na2CO3 وضربتها بالكتلة المولية لها، فطلع عندي اللي هي كتلة الـ AgNO3. طبعا الفرع الثاني من السؤال بحكي لي ايش بدي احكي بده ماس الـ Ag2CO3، هاي مادة من البرودكت. بحكي لي ماس اوف Ag2CO3 ومعطيني لها الكتلة المولية اللي هي 275.7 وبحكي لي ايش؟ وبحكي لي بدي الماس لها.
اول شيء راح اروح اعمل اللي هو زي ما حكينا الراشيو، الراشيو بين الماده اللي هي الان اي 2 سي او 3 اللي معطيني معلومات عنها، اللي هو بدي اروح اجيب عدد مولاتها وهين انا طلعته بالخطوه هاي. فشو بروح بجيب، طبعا راح اعمل ريشيو بين هاي الماده وهاي الماده حتى اطلع لها اللي هي عدد مولاتها. فبروح بجي اوش عدد مولات الان اي 2 سي او 3 اللي طلعناها 0.0218. وبضربها بايش؟ بضربها عن طريق المعادله، راح احط المعاملات. طبعا زي ما حكينا معامل الماده اللي بدي اياها اللي هي الاي جي 2 سي او 3 من المعادله كان اللي هو 1، ومن والان اي 2 سي او 3 كان اللي هي 1، فبتفاعلوا بنسبه اللي هو 1:1. فراح تكون هي عدد مولات الاي جي 2 سي او 3 راح تكون تساوي عدد مولات ايش؟ عدد مولات الان اي 2 سي او 3 واللي هو 1. تمام. هسه هون هاي عد، طبعا احنا كيف طلعنا؟ قلنا بالماس، الماس عن طريق اوف اي جي 2 CO3 اللي هو عدد المولات اللي هي 0.0218 ضرب ايش؟ ضرب كتلتها المولية اللي هي 275.7 وتساوي، طبعا هون ضربت عدد المولات ضرب الكتلة المولية طلعت عندي اللي هي 6.06 اللي هي جرام. تمام تمام ان شاء الله تكون كل يعني فكرة السؤال كلياتها وصلت لكم بإذن الله. طبعا نعيد إعادة سريعة، بالفرع الأول طلبني اللي هو جرامات الـ AgNO3، رحت طلعت عدد المولات المادة هاي، عملت ريشيو بينها وبين الـ AgNO3 عن طريق اللي هو المعاملات. طبعا المادة اللي حطيت لها عدد المولات دائما المعامل اللي إلها بحطه بالمقام ومعامل المادة اللي إلها بحطه بالبسط. طلعت عدد مولات طبعا للـ AgNO3، عندي القانون اللي هو number of moles mass على molar mass، فهنا number of moles ضرب molar mass يساوي الماس، وعندي اللي هي كتلتها المولية. الفرع الثاني طلبني mass of Ag2CO3 ومعطيني الكتلة المولية اللي إلها، رحت اللي هي نفسها المادة اللي معطيني إلها معلومات، طبعا طلعت عدد المولات بالخطوة السابقة، فحكيت اللي هو ضرب 1:1 فعله بنسبة 1:1، فكانت عدد مولات Ag2CO3 تساوي عدد مولات Na2CO3. عدد المولات هي مولات موجودة معي، هسا بدي أطلع اللي هو mass of Ag2CO3 عندي إلها اللي هي الكتلة المولية، فروحت لهم وضربتهم مع بعض وطلعت اللي هو إيش، طلعت اللي هو number of grams أو كتلتها بالجرامز. تمام تمام. هسا خلينا إن شاء الله نروح على فكرة سؤال ثاني من إيش، من فيديونا لهذا اليوم واللي رح نشرحه. طبعا هنا شو بحكي لي؟ هون بحكي لي اللي هو الليميتنج رياكتنت. شو يعني كلمة الليميتنج رياكتنت؟ أكيد مرت علينا وإحنا عارفينها. الليميتنج رياكتنت هي المادة اللي بتخلص إيش؟ يعني هي المادة القليلة اللي بتكون بالتفاعل، اللي هو تركيزها أو مولاتها بكون الإقلال بالتفاعل ما بكون الإكثار. تمام؟ فهي المادة اللي بتخلص بالبداية. تمام؟ يعني مثلا عندي مادتين، واحدة مثلا منها 2 وواحدة مثلا منها 1، وين المادة راح تخلص بالأول؟ اللي هي المادة الواحد هي اللي راح تخلص بالأول، وهي بتحدد متى هذا التفاعل بينتهي. تمام تمام. خلينا هسه نفسر السؤال ونروح نحلله، حتى ايش، حتى اللي هو نعرف ايش، نعرف كيف نتعرف على الليميتنج رياكتنت ونعرف كيف تيجي الاسئله عليه. شو بحكي لي؟ بحكي لي وات ماس اوف اي جي 2 سي او 3. طبعا من هاي المعادله الاي جي 2 سي او 3 هي ماده ناتجه من البرودكت، معطيني لها الكتله الموليه، وبحكي لي از فورمد وين 25 مل اوف المولاريه اللي لها 2 بالعشرة. تمام. طبعا هاي الاي جي ان او 3، هاي الاي جي ان او 3 اللي هي ماده متفاعله، بحكي لي ميكست ويذ 50 مل اوف اللي هي 8% ان اي 2 سي او 3، وهون ماده متفاعله ثانيه ومعطيني لها معلومات. طيب تمام، انا هسه مثلا هو ايش، هو مثلا بده ايش، بده الماس للاي جي 2 سي او 3. هسا انا متعوده شو اعمل؟ مثلا اذا كان معطيني معلومات لماده واحده زي سؤالنا اللي قبل، كنت مثلا اروح اعمل نسبه وتناسب بيناتهم على السريع، واحكي خلاص اللي هو نسبه وتناسب، اروح اجيب عدد مولات مثلا ماده واعمل بينها نسبه وتناسب. هون عندي مادتين معطيني لهم معلومات، طب انا كيف راح اعرف انه وين الماده اللي راح اخذها؟ يعني وين الماده اللي راح اطلع لها عدد مولات واعمل بينها وبين الماده الناتجه نسبه وتناسب حتى اطول عدد مولات الماده الناتجه؟ هون بيجي دور الليميتنج رياكتنت، وبهيك بدنا نشوف مين الماده الليميتنج رياكتنت وهي المادة اللي ناخدها ونعمل بينها وبين المادة وبينها وبين المادة الناتجة اللي هي الريشيو. تمام تمام. خلينا طبعا بس أتأكد أن التصوير واضح. خلينا نيجي هون على فكرة السؤال ونحله خطوة بخطوة مع بعض حتى نفهمه بالطريقة اللي إن شاء الله تكونوا فاهمين فيها كل شيء. أول إشي شو معطيني؟ معطيني اللي هو طبعا المعلومات، معطيني 25 مل واثنين بالعشرة لإيش؟ لل AgNO3.
ومعطيني اللي هو 50 مل وثمانية بالمية لل Na2CO3. هسا عندي أشوف كدهش عدد الميتينجر أحسن. كيف هيك بدي أطلعه؟ بروح أول شيء أطلع عدد مولات هاي وعدد مولات هاي، وإحنا بنعرف إنه هو من قانون المولارية اللي بكون موجودة هون عندي number moles على فوليوم، فبضرب اللي هو المولاريتي ضرب الفوليوم، فشو بطلع عندي؟ فبطلع عندي اللي هو عدد مولز. فهون لانه طبعا بالملي لتر راح ايش راح اسوي؟ راح اطلع اللي هو المولات بالملي لتر بالملي مول نمبر ملي مول اوف اي جي ان او 3، واللي هي تساوي اللي هي 25 طبعا ملي لتر ضرب 2 بالعشرة، وتساوي هي 5 ملي مول. وهنا نمبر اوف ملي مول لايش ال Na2CO3، وتساوي اللي هي 50 ضرب 0.08 وتساوي عندي اللي هي 4 ملي مول. طبعا هسا كيف انا مثلا بدي اعرف وين اللي هو الليمتنج رياكتنت؟ هسا معامل للاي جي ان او 3 هذا الرقم اللي بكون موجود جنبه او قبلي، شو بروح بجيبه وبقسمه ايش؟ وبقسمه على عدد المولات. الرقم اللي بيطلع اقل هو ايش؟ هو الليمتنج رياكتنت. فالاي جي ان او 3 كانت ايش؟ كانت اللي هي بالمعادله اللي هي 2، والان اي 2 سي او 3 كانت اللي هي 1. 5 على 2 2.5، وأربعة على 1 اللي هو 4. فأي أكبر 2.5 ولا 4؟ لا، الأربعة هي أكبر، ف2.5 الأقل. في الـ AgNO3 هو الليمتنج رياكتنت. وأنا من هاي الخطوة شو اللي هو عرفت إيش؟ عرفت إنه رح أخذ اللي هو مولات الـ AgNO3 وأعمل اللي هو الريشو بينها وبين المادة الناتجة حتى أطلع لها إيش عدد مولات ومن ثم اللي هي كتلتها. فبحكي نمبر أوف ملي مول الـ AgNO3 تساوي. طبعا في عندي شغلة هسا، بعض الناس مثلا شو بروحوا يعملوا؟ بروحوا ياخذوا 2.5 اللي هي 5 على 2 2.5 الملي مول. هذا الاشي غلط، هذا الاشي بخرب لي كل الحل. انا الاثنين هي معامل، وانا بس رحت قسمت على المعامل حتى اعرف وين الليمتنج رياكتنت. فبروح باخذ عدد المولات اللي هو الاصلي اللي هو 5 ايش؟ 5 ملي مول. فشو بحكي؟ بحكي 5 ملي مول للـ AgNO3، وروح بعمل بينها وبين اللي هي النسبة والتناسب. وهو ضاربني أصلاً كتلة الـ Ag2CO3 هنا بكونوا متفاعلين بنسبة اللي هو 1 لـ 2. المادة اللي بدي إياها اللي هي Ag2CO3 اللي هي 1 اللي هي معاملها، والـ AgNO3 اللي هي 2. فهنا 5 على 2 بتطلع اللي هي 2.5 ملي مول. 2.5 ملي مول. هسا هنا صار في عندي اللي هو مولات، فشو بروح بضرب؟ طبعا مولات الـ Ag، مولات هنا الـ Ag2CO3 وعندي إلها اللي هي كتلة مولية، فبروح بضرب اللي هو عدد مولاتها بقول ماس Ag2CO3 تساوي قديش عدد مولاتها؟ 2.5. ما لازم أحط، لازم أحط الملي مول. كتلتها المولية قديش كانت؟ كتلتها 2.5 مليون. كتلتها المولية كانت اللي هي 275.7 275.7. ولما نطلعها على الحاسبة بتطلع عندي قديش؟ بتطلع عندي هي 689. طبعا ما لازم هنا ملي جرام، ملي جرام لاني انا طلعت ايش؟ لاني انا طلعت بالملي مول، ملي جرام لاني انا طلعت بالملي مول. فانا بدي الكتلة بالجرام، فشو بروح بقول؟ 689 بروح بضربها ضرب 10 وسالب 3، فبتطلع عندي هي 0.689
اللي هو جرام. تمام تمام هيك فكرة السؤال بتكون منتهية، اللي هو الليميتنج رياكتنت. كان في عندي مادتين معطيني لهم كل واحدة معلومات، رحت طلعت لهاي المادة عدد مولات، ورحت طلعت لهاي المادة عدد مولات، شفت من الليميتنج رياكتنت عن طريق اني قسمت كل واحدة عندما طلعت لها عدد مولاتها على المعامل الموجود قدامها. كان عندي 5:2 و4:1، هاي المادة اللي هي الليميتنج رياكتنت اقل، اخذت مولاتها وعملت ايش، وعملت اللي هي ريشيو بينها وبين المادة اللي بدي اطلع لها اللي هي الاي جي 2 سي او 3. طلعت عدد مولات الاي جي 2 سي او 3 عن طريق هاي النسبة. بعدين عندي اللي هو ايش، عندي اللي هو الكتلة المولية للاي جي 2 سي او 3، ضربت اللي هو عدد المولات، طبعا كانت بالملي مول، ضرب الكتلة المولية طلع عندي الكتلة بالملي جرام، حولتها ضرب 10 قوة سالب 3 حتى تطلع ايش، حتى تطلع اللي هي بالجرام. تمام تمام وهيك ان شاء الله لحد اليوم بنكون انهينا الفيديو، وبنلقاكم فيديو جديد بنكمل معاكم باقي حل الاسئلة ان شاء الله.